سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. جئنا جميعا كآباء شهداء لنتضامن مع أحد أبناء هذا الشعب الشرفاء، هذا الإنسان الرائع في حياته، الرائع في كل مشوار من حياته، هذا المصور المبدع الذي أبدع وأتحفنا بصور عديدة، وعلى هذا الأساس نال الكثير من الميداليات الذهبية ونال الكثير من الجوائز الدولية نظراً لموهبته الرائعة في فن التصوير. هكذا هم المبدعون في هذا الوطن، المبدعون لا يسمح لهم النظام لا بالتطور ولا بصقل المواهب، بصقل هذه الموهبة. نعم، هو يضايقهم في كل شيء، صدر مؤخراً الحكم عليه بعشر سنوات، ولكن نقولها بمرارة وأسف، كيف يقضي هذا الإنسان الشريف، هذا الإنسان المبدع، أن يقضي حياته لفترة عشر سنوات في سجن هؤلاء الظالمين؟ هذا المبدع وهذا الرجل الشريف عوضاً من أن يكون الآن على منصات التتويج ويتم تتويجه من قبل هذا النظام يزج به في السجن،